السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. ده النهاردة المنيو بتاعنا، يلا نشوف احنا عملنا ايه. كنا عاملين هنا فراخ مشوية، وعاملين بسلة ورز وشوربة، ومعاها كده حتتين من الجلاش. ده كان اول يوم. تاني يوم عملنا مكرونة سباكيتي جميلة، ومعاها شوية من البطاطس المحمرة، وكمان فراخ محمرة كده بالسمنة البلدي، ومعاها المشروب بتاعنا الصوبيا. تالت يوم الولاد قالوا لي بقى يا ماما احنا نفسنا في كنتاكي، فجبت بقى كده الأجنحة بتاعة الفراخ والدبابيس، وعملتها كده بقى كنتاكي. طبعا الطريقة عندكم في الفيديو في القناة، وعندكم كمان هنا صينية من المشروم والخضار، عملتها بيتزا كانت جميلة جدا. واليوم اللي بعده جبنا السمك بقى، وعملناه كده سنجاري زي ما انت شايفة، طلع تحفة ما شاء الله. وكمان شوية رز بقى وسلطة كده، وكده كده حلو قوي. وده كده كان يوم. اليوم اللي بعده قلنا بقى نغير شوية، وبعدين جبنا مكرونة بشاميل ومعاها الفليه. طبعا ما فيش وقت خالص ان انا اصور بقى وكده، يعني يا دوب بس بخطف كده لقطات بعد ما بخلص على طول. انت عارفين بقى رمضان بقى والزحمة بتاعت رمضان والوقت اللي بيجري. اليوم اللي بعده قضيناها بقى شوية مكرونة كده بالصلصة، ومعاها شوية من الفليه.